أعظم القرآن وما أجمل آياته. إذا لامست أوتار القلوب اسمع بارك الله فيك واسمعي رعاك الله في سياق آيات سورة الدخان. ذكرنا الله بموعد عظيم، موعد لا تنساه، سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، سيأتي الغارقون في لجج المعاصي والآثام وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وسيأتي أهل الصلاح تنير الحسنات طريقهم ودروبهم. قال سبحانه: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فماذا أعد الله لهؤلاء من العذاب؟ وماذا أعد الله لأولئك من النعيم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعملوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا ما أعد الله للغارقين في لجج المعاصي والآثام. فماذا أعد الله لأولئك الذين ركبوا سفينة النجاة؟ قال الله في سياق الآيات: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون.